السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام ريسلان. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي طريقتي في تحضير التليتلي. اول شيء قبل ما نبداكم في المكونات هنايا، باش كي تروحي تحبي تشري تليتلي تاكدي باللي هزيتي تليتلي، ما هزيتيش لسان العصفور ولا لسان الطير، لانه احيانا تهزيها هكا تشوفيها تقولي راهو تليتلي لكن شكلهم كيف بعضهم. هنايا تلقاي يعني هنايا تنعت لك يا اما تليتلي يا اما لسان العصفور، هزي تليتلي. هنايا عندنا تليتلي، عندنا الجاج، هنا تحبي ديري الجاج تحبي ديري اللحم، تقدري ثاني تستغني عليه وتبني يا اما اذا عندك شحمه ولا عندك كاركاس تاع الجاج تقدري تبني بها ثاني. عندنا بصله وسنينه ثوم، عندنا بطاطا جريوات وخردل حمص. هنايا الخضار واللحم والتليتلي على حسب افراد العائله، يعني ضعف الكميه، انا يا درت على افراد عائلتي. ولي زيبيس نحتاج ملح، فلفل الكحل، زنجبيل، وما درتش راس الحانوت، انا ما نديرش راس الحانوت، ندير الكسبر وشويه تاع موطارد. اكيد ما نساوش السمن والزبده. نبداو بسم الله، نبدا بسم الله. ندير البصله والجاج. هنا البصله مادامني رحيتها مانيش راح نخلط مع بعض. نزيد لي زيبيس، نخلي كلش مليح قبل ما نمرق. بعد ما تقلات مليح، تقلى مليح الجاج والبصله مع الزيتيس راح نمرق. مرقي بالماء يكون سخون، هنا راح نحط الخضره تاعي، لان بما اني درت الجاج، الجاج يطيب ما يطولش، راح نلوح كلش مع بعضه. نزيد شويه تاع الماء، نقفل عليه ونخلي كل شيء طيب، يعني كل شيء راح يطيب مع بعضه، حاجه ما راح تسبق الاخرى ولا حاجه تقول نيه وحاجه طيب. من جهه راح ندير تليتلي، راح نفرغه مباشره في الكاس. راح ندير الملح، هو كاين اللي ما يديرش الملح درك، بصح انا ندير الملح. وندير شويه تاع الزيت، ونحاول يعني نخلي الحبات كامل تاع التليتلي يقيسهم الزيت باش ما يدخلوش في بعضهم البرد، ونحطهم يفوروا. هكا راح نحطهم يفوروا. هنا بعد ما فارت لي في الفوره الاولى كيما راكم تشوفوها، هنا راح تحسيه كي وكانه لصق في بعضه هكاك، تعرفيه بلي راهو فار الفوره الاولى وخلاص. راح نفرغه في اناء واحد اخر، بانت بلي راهو لصق بصح هو وما لصقش، هذيك هي الفوره الاولى. نجيب ماء سخون، نلوحو على التليتلي، قيس ما يتغطى، ما تعمريهش بالماء، هكا قيس ما يتغطى، غطي عليه وخليه يتشرب هذا الماء. نولي هنا نشوفها اذا شربت الماء كامل ولا ها، هنا يشربت، راح نزيد لها شويه برك، من بعد نزيد لها الفوره الثانيه. هاي ليك شرب الماء كامل اللي كنت درته له. راح نعاود نرجعو في الكسكاس. هنايا باش تتاكدي انه التليتلي تاعك راح يفور مليح، ديري هاد
بهذه الطريقه هكا باش تاكدي بلي راح يفور كامل. كما راكم تشوفوا في التليتلي تقريبا يبان راهو معجن هنايا دركا، ويبان لك بلي راهو معجن، بصح ديري له هكا باش يفوت له يعني التفوار ويفور لك مليح. راح نرد يفور الثانيه والاخيره. هنا بعد ما فارت الفوره الثانيه راح نفرغها. هنا بعد ما طاب الدجاج والخضره اللي كنت درتها راح نلوح وصفيتها من حيث الخضره والدجاج، راح نلوح تليتلي باش يتجمر. هنا النار لازم تكون دليله باش تليتلي تاعك يتجمر مليح وما يقعدش ني. نقصي عليه النار وخليه، ومره على مره حركيه باش ما يلصقلكش من تحت. هنا اللي تحب تدير الزبده درك ديرها درك، اللي تحب ديرها من بعد حتى يعني تتجمر مليح وتكمل تشرب لاصوص ديريها هذاك الوقت الزبده نورمال ما كانش مشكل. هاوليك تليتلي في شكله النهائي. هنايا ما كملت لكمش الفيديو ظروف. المهم هذه هي الطريقه في تحضير تليتلي. لو عجبتها الطريقه ما عليها غير دير جيم الفيديو اشتراك القناه، والى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جدد ان شاء الله.